اوكي بس احنا استوقنا راح تشوفون هاي الفرخه وبطيخ وخبزه وطماطه وعنب وخضروات كل الموجودات. خلينا نطلع اول شيء وبعدين احكي لكم شنو السالفه. Hi, how are you? I'm well. How are you too? Good. Have a great day. Thank you. Okay. هاي كنا كوسكو هسه. فسوقنا هسه هاي المسواق نشوفها هسه. تشوفون باعوا. نسوي هذا انا عجبني هذا المصري حلو. فانت شوف ايش قد دفعت انا ويا المصري ايش قد دفعت. تعالوا هنا انا. تعالوا اصدقائي العراق وكندا. تعالوا شوفوا. خبز ورقي. وبعدين وياها هاي الطماطه والحليب والمسواك كله والحمص والفراوله كل ده مجانا كل ده مجانا في كندا. رحت اتبع الحساب اخذوا مني الدبت اخذوا من الحساب مالتي $178 مش مجانا. دو ديت 178 ده مش مجانا اخذوه من التشيكينج اكاونت. قال لي انت ما سافرت للعراق وما رحت للعراق فلازم ياخذون الفلوس من عندك. دفعت الفلوس وياها جي اس تي 5% ونفس الوقت انهم دفعت الفلوس اني الممنون. طبعا هنا المسواق موجود هذا حتى تسوق من كوسكو لازم تستخدم مالتك الدبت. طبعا كوسكو عاده ما تقدر تدخل به اذا ما عندك ممبرشيب. هذا الممبرشيب اللي هو الاشتراك مالتك السنوي اكو حوالي $50 واكو هذا ابو $100 طبعا. هذا ابو $100 وهذا ابو $50. انا ماخذ ابو $100 ال $120 هذا اللي يرجع لك كاش موني. يعني من تشتري من كوسكو بالضبط اذا تشتري من عند كوسكو تشتري من كوسكو بهذا المبلغ يرجعوا لك كاش موني ومن يرجعوك الكاش موني تجيك تشيك للبيت. الفقره ما حلو الكوسكو. كوسكو حلو انه اذا عوائل عددها كبير او عدد اللي الناس اللي يعني الافراد الاسره كبير تقدر انك تستخدم كوسكو تعتبر انه جمله. بضاعته فريش نمبر 1 اضافه انه مو غاليه اذا تحسبها على جمله. ثلاثه انه نظيف يعني مكان نظيف. اضافه انه شغلات حلوه به انه تقدر تشتري يعني من تشتري مثلا هاي الطماطه كلها تطلع حوالي $5 في حين تروح على غير شركات اخرى ممكن انه هاي تصير ب $6 دولار دولارين ثلاثة تفرق لك وحتجمع لك كمية المبلغ حيكون كلش كبير مثلا. بس نرجع اقول هي مو مجانا. المصري ذاك يوم سوى الفيديو واللي يعني بكندا وهو بامريكا خرب ضحك قال فراخ وام الدنيا مصر واحنا بلد عراق للحضارات. عمي انا دفعت والله باعوها بيش اعلف لكم هاي انا دفعتها 178 زين ويا التاكس. هي بالضبط انه كانت الخامه 177 الجي اس تي مالتنا انه احنا البرتا 5% مو مثل كيبك ولا مثل اونتاريو 1.2 فصار المجموع $178 وهي لا بيها لحام ولا بدجاج. الدنيا هنا مو رخيصه حتى تصورون انه كندا رخيصه. هذه فقره حلوه كوسكو بالورد اللي هو هذا الورد. شوف هذا الورد حلو باعوه الروز. هذا الورد انصح كل واحد متزوج انصح كل واحد عنده صديقه انصح كل واحد عنده ام انصح كل واحد. النسوان بالعراق وبكل مكان يموتون على الورد. تحل مشكلتك ب $20 هذا ب $20 تخيل. اذا انت متعارك ويا زوجتك وعندك مشكله وياها تروح لها البيت صباح الخير حبيبتي دزل الورد حلت المشكله ب $20. صديقتك تعاركت وياها شكت بيك انه عندك زايده ناقصه تشتري الورد تروح لها تقول لها صباح الخير حياتي تعطيها الورد بعسل تغير 360 درجه. امك اذا صار عندك مشكله وياها راح تاخذ الورد وتسوي لها انه تقول لها ماما صباح الخير هذا الورد هذه. انا ما عندي لا مشكله منها ولا منها بس عجبني اخذ الورد انه ريحته طيبه. طبعا الورد الروز طيب هذه. هاي شده الورد كلها ب $20 $20 كندي مو امريكي. فمن اذا واحد مستقبلا عنده مشاكل ويا عائلته ويا زوجته ويا حبيبته انه هذه. طبعا انا بالمناسبه اشتريت واكو كنديين. طبعا احنا هذا الكوسكو موجود في شور بارك. الناس الموجودين اغلبيتهم من يعني كنديين يعني بيض هنا. فمن شافوني مشتري الورد قال لي هذا ليش اشتريت الورد؟ قلت له اذا عندك اي مشكله ويا زوجتك تقدر تحل مشكلة شان زوجته سوت له ضربات على كتفه. قالت له شوف هذول المدري ايش تعرفون شلون يصلحون نسوانهم وما اعرف انه احنا بالعراق يصلحون نسوانهم بالورد ولا لا. اي واحد بالعراق كندا بالهند باي مكان تريد تصلح زوجتك او تحل مشكلتك اكبر مشكله تحلها $20 يجوز بالعراق ارخص ممكن 15,000
بس انت اتمنى لكم يعني ان شاء الله ماكو مشاكل، وان شاء الله الناس والعوائل كلها عايشين بحراره، عفوا بحراره شنو هذا انا قلت غلط زين لا يعني تنحل مشاكلكم ان شاء الله ماكو مشاكل، بس اريد ان الكل ماكو مشاكل بالعوائل، تكون العائله انه فرحانه وسعيده والزوجه سعيده، اذا تسعد زوجتك وتسعد اطفالك، واذا سعدت انه امك عائلتك حتكون فرحه يعني. اذا ورد ب 20 دولار يحل كل مشاكلك، اليوم تعلمنا طبينا الكوسكو دفعنا 178 دولار مو ببلاش، لا بلد الحضارات ولا مصرم الدنيا ولا هذه، دفعت فلوس من جيبي مال شغلي، سوقنا عربانه ما بيها دجاج ولا بيها لحم، اليوم اللحم والدجاج غير مكان انه موضوع حلال وما حلال لازم بيت نراعي ظروفه. اثنين انه سوينا دعايه الكوسكو، بس دعايه الكوسكو انه اني كوسكو احبه انه يعني اكل فريش وهذه. يلا خمشي خلينا نروح للسياره ونشوف كل التفاصيل، تعالوا وياي تعالوا وياي خلينا نمشي، الجو حلو، درجه الحراره 6 طبعا اليوم 6 درجه حراره 6 بعيون العدو. طبعا عباره انه الشعب الامريكي والشعب الكندي هم ثلاث ارباعهم انه يعني ما اقول فد 80% اجسامهم شويه انه يعني ضخمه ويحبون الاكل. بوتين البوتين مال كوسكو خرافي، يعني لازم تاخذ البوتين تذوق البوتين مالته كل شهر. طبعا سيارته هي يعني ما اعرف سياره يعني ولا اشوف سياره مالته انه وين ما اعرف ليش لكن ذيك الجهه اي اعتقد ذيك الجهه بروح منه انا. الورد لا تنسى ضاعوا الورد، راح اخذ الورد هي مشده تشوي الورد تكسر. احلى احلى شباب واحلى عراق واحلى كندا كلهم موجودين. اوه سوري اتمنى والله Huh? Yeah. Okay, me too. I can't remember where the hell I was. Oh, come on, God. Oh, ويلي صندوق طلع مليان. طبعا المشكله اللي احنا العراقيين نحط الورد اللي قدام، المشكله انه العراقيين ذكرت البرازيلي بالعراق مثال عندنا، الصندوق اللي ورا مليان. ضربت عين مدافتهم هاي الحجه يدبوا عليه تقول ليش هالورد؟ نعبي كل شيء موجود هنا. طبعا صندوق مليان نشوفه صار بيه دعدع هوايه سباين وغراض، تقول بعدني ابغى اكل العراق الدراشه بتنكسر ونفس القضيه خبز تعرف هاي ربنا دينا العراقيين الدعدع ما اعرف ليش نلملم بهالكراكيب وما نلحق زين وعث ما ادري ليش نحب الوعث عشان ابوي الله يرحمه يموت على الوعث عشان الله عمي نذبها نستفاد من عندها باكر مات وما استفادنا من عندها انا بنفس الشيء على جهالي اصيح هذا نذبه ذاك نذبه كلها نفس المشكله هاي هاي قضيه طبعا طبعا النسوان النسوان بالبيت تموت من الدعدع تموت من الشغلات اسمها انه هاي تموت من شغله اسمها انه شغله والله شلون يقول لك انه لام الكراكيب لام لي شلون يقول لك الوعث يسموه وعث انا هذا لايف مكسور اخذته من صديقي ما ادري ليش اخذته بس حطيته انه بالسياره قلت له شيله بالزباله الزباله دبه ما تعرف شلون اخذته برتقال مال دياله حليب اشرب حليب وادعي لي اصير قوي رقي ما سامر اليوم حكسر الرقي واش منكم زين والتمر مال كربلاء يخبل هو مال البصرة هذا تجي تاكل تمر يفيدك طماطه صغيرونه حتى تسوي زلاطه حلوه يا وين مكان احنا حاطه يا الله خيار حمص بطحينة والصلصة مال السلطة ويانها
هاي كلها. زين اشوف الكنز. اوه عرموط، عرموط هيان، لا تنسى العرموط. اويلي نسيته. هاي ما اعرف سووا اسكان الا ما سووا اسكان. اشوف القناة. فدينا الباب. خلينا نرجع العربانه. وين هاي العربانه؟ تعال طبعا درجه الحراره يوم 6 وعندنا بالشورتات نص ردان. انا طبعا بالمسابقه يقول عليهم خبلته ناقص 40 نادس الحراره بادمنتون او بالبرتا 40 درجه بس. هذه بحيث انه مرات يقولوا لي كلين يو ار كريزي واي والتيشيرت مال سبورتي دمنا حار. المشكله بينا دمنا حار. اوكي احنا شوفهم كل هذا المسواق. بس اقول لكم شغله واحده، هذا المصور ما تويه كل المسواك بتشفه والورد بتشفه. لا تنسى تشب المي، الورد بتشفه. تعرف ليش؟ ارجع واقول يحلك مشاكلك. هذا الروز تعال شتمه. الله من عندك مشكله وخضيتك والليل كله ما تنام والبنيه راح اخسرها. يا شاب العراقي يا شاب العربي، 20 دولار اكبر مشكله اكبر قضيه تحلك اياها. انا ما عندي مشاكل الحمد لله، انا انه امشي اموري بالطريقه الصحيحه. بس اذا نصيحه لكم البنات النسوان النساء، تموت على الورد، تموت على الورد وتموت على الريحه. مالك علاقه بهذا الحكي اللي يقول لك انه الريحه بيها فراق. لا مالك علاقه، اشتري لها ريحه، اشتري لها ورد، ودي لها انحلت المشكله. هذا الغرض من الفيديو اليوم، احل مشاكلكم واساعدكم ان شاء الله اليوم انه الكل استفادوا من هذا الفيديو. دفعنا القائمه، الورد اهم شيء لا تنسى خليه ببالك. واثنين انه انت متونس والعائله متونسه والكل متونسين. امك، اختك، صديقتك، حبيبتك، زوجتك. زين هاي وحده توصلني شنو؟ اوكي. اي مشكله هذه خلينا نسوي فد شيء. خلينا نسال فد وحده كنديه. خلينا نسال فد وحده. خلينا اشوف وحده كنديه اسال اقول يعجبك ولد؟ خلينا نروح على غير وحده. تعال you like someone baby apologize for you with the flowers or no? Well, my husband passed away. Okay, but in that before. You like yeah, it? Yeah. You like it? Okay. Yeah. It's mean like any woman they like flower. Mm-hmm. I think so. Yeah, you like flower. It's mean any problem with any husband, with any boyfriend, with any other, they will buy $20. Sure they would, yeah. $20 fixes any problem. Yeah, exactly. Sure, that's good. Look, everyone like that. Yeah. Women like flowers. Mm-hmm. Thank you. نشوف عندك دخان. شفت انه باوع النسوان يموتون على الورد، يموتون على الورد. بس انا هسه دا افكر ما طول انه الهازبت مالتها متوفي، شو تقولوا له حطيها الورد؟ عاجبني انه حطيها الورد. خلينا نرجع عليها مرت الاخ. والله حطيها actually I'm having a memorial for him this weekend. Mom, you're okay. Okay. I am originally from Iraq. Okay. I'm Canadian citizen, and when I back I feel like I'm sad. Yeah. You told me you mean no one give you the flowers. Now from this one for you from me. Okay. Oh, thank that's you very beautiful. Much. Okay. Thank you. Enjoy. Thank you. That was very nice of you guys. Yeah, yes, thank you mommy. Enjoy your life. Okay. Thank you. Thank you. Bye. اوكي باو حلوه الطريقه وعجبتني هالفكره انه يعني